تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة، بدك تحصل على أفضل سعر وأو تفايدة مصرفية، اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء. ونتسهل عليك بعد أكثر، هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. سيارة جديدة بأوتو فوكس كل يوم مثل ما عودناكم مشاهدينا من راس موتور. كل يوم معنا مسيو رالف حيدر، سيلز وبراند مانجر. كيفك رالف؟ كيفك جورج؟ لا شانغان أكيد هالمصنع الصيني العملاق بعالم السيارات اللي الشركة رسمني أعطتها ثقة كبيرة، اليوم موجودة بنسبة مبيعات كمان عالية، طراز كتير حلو رح تعرف عليه CS55. مزبوط. ما صار له كتير زمان بالسوق اللبناني. لا عملنا لانش تقريبا من حوالي الشهر لهيدا برودكت. بس بهمني قبل العالم تعرف شوي عن تاريخ شانغان طبعًا. اللي تأسست سنة 1862 وبتملك أكثر من 156 سنة من الخبرة بس بصناعة سيارات الـ SUV وسيارات الدفع الرباعي والسيارات العسكرية سابقاً اللي هو مجال تخصصها وتألقها، يعني شغلتها مزبوط. سيارات الدفع الرباعي. وبتتميز شانغان عن غيرها أن الوحيدة يلي بتوضع، يعني بتملك وبتوضع كل التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية واليابانية وبتوضعها بسياراتها، بكل سياراتها من الصغير للكبير، وهالشيء بيعود لتصنيعها لكامل سيارات يعني محركات وهيك سوزوكي، فورد، مازدا، بيجو، سيتروان من سنة 93 ولحد اليوم، يعني هيدي الأونغوينغ بارتنرشيب بعدها مكملة لهلا. بلبنان قدرنا بأقل من سنة تقريبا، هلا صرنا أكثر من سنة بشوي، من أقل من سنة بس قدرنا نصير حديث البلد مثل ما بيقولوا، نصير رقم صعب بعالم السيارات. أخذنا 70% من الماركت شير تبع سوق السيارات الصينية. وير ايمينج فور مور. اكيد هذا الشيء بيعود انه عندنا منتج بيضاهي وبيوازي المنتج الكوري والياباني من ناحيه الضيان والجوده والمتانه، مع اذا بدك سعر تنافسي، مع افضليه مش بس بالسعر، بالمواصفات، الامان وبالطرف الموجودين بكل سياراتنا من الصغير للكبير. واكيد بيعود لكفاله ال 150 الف كيلومتر المميزه اللي بقدمها راس موتور كو وكيل هالسياره بلبنان اللي هو منبر افراسان جروب هالاسم العريق. وهون بدي خص بالذكر خدمه ما بعد البيع. لما نقول خدمه ما بعد البيع، نحن الوحيدين اللي بنتميز ب 24 على 24 خدمة طوارئ على كافة الأراضي اللبنانية، و 24 على 24 جراج نقال كمان على كافة الأراضي اللبنانية. معنا اليوم طراز كتير حلو صراحة CS55، مثل ما قلنا آخر أحدث طراز اليوم عم من أحدث طرازات بشانغان. بشانغان اليوم ما بقى بدها كتير للعالم تعرف إنه شانغان اليوم جابت اكس ديزاينرز من ماركات كتير معروفه ومنها لاند روفر. نعم. عم نشوف ملامح كتير بهالسياره من سيارات اوروبيه معروفه، بس الحلو انه بعدنا محافظين على الايدنتيتي تبع شانغان، يعني منا ايميتاسيون لسياره ثانيه. عم نحكي عن كروس اوفر اس يو في عريض عالي، جراوند كليرنس ممتازه. عم نشوف معنا اليوم البلاتينوم بلس، جنوطه 19 انش دايموند كات، ديفيوزر خلفي مع دول اكزوست بايبس، تنتد ويندوز، روف سبويلر. عم نحكي عن LED front and rear headlamps مع tail lights من وراء. توتون حلو كتير. توتون بيجي فيها كمان مع روف راكس بالسقف. سيارة مشغول ديزاين تبعها بتأني تتكون تلائم كل الفئات العمرية وتعطي بنفس الوقت look aggressive وسبورتي بنفس الوقت. حلوة كتير كشكل فعلا. بدنا ننتقل معك للداخل نشوف أبرز الأوبشنز الموجودين بهال CS55 الحلو كتير اللي معنا اليوم بالستوديو. صرنا بداخل السي اس 55 وبدنا نبلش من الصن روف اللي عم نشوفه مكشوف على الاخر. فعلا يعني هذا الشيء كتير كتير حلو، اوبشن كتير حلو بالسياره. هون بطلنا عم نحكي جورج سياره بس عمليه وفيره بنزين، صرنا عم نحكي عن بريميوم فيلينج بكل شيء بالانتيريور. فول بانوراميك روف مثل ما عم نشوف بيوصل لورا حتى للباسنجرز ورا. الانتيريور شو ما لمسنا فيه سوفت ماتيريالز، ما عندي بلاستيك بقلب الداشبورد ولا بالابواب حتى. كاربون فايبر تريمينج، شاشه 8 انش هاي ريزولوشن مع رير كاميرا خلفيه تاتش سكرين اكيد، وبيجي فيها نافيجيشن ماب كمان بقلبها وكل الابس مع ميرورينج للتليفون. عم نحكي ديجيتال اي سي مع سكرين من جنرال الكتريك. عم نحكي الجير بوكس ملبس جلد، الداشبورد ملبس جلد مع كاربون فايبر مع ستيتشينج. الفولون هو مالتي فانكشنال ستيرينج ويل مع الدرزه الحمراء، اوديو كنترول، كروز كنترول بقلبه. كل السياره مشغوله بتأني، واحلى شيء فيها للسياره اتس ذا اونلي كار
هيدي الكاتيجوري فيها بريميوم ساوند سيستم 6 سبيكرز مع سب ووفر يعني اللي ما بنلاقيه بسياره هلا بس نحكي عن سعرها رح يبصوا الشباب هلا كثير سماعات الموسيقى 100% والكومفورت فيها كثير حلو الهيد روم الليج روم الفيزيبيليتي عم نشوف سياره مع انها كثير عصريه بالديزاين تبعها سقفها عالي هيد روم ليج روم خلفي كثير ممتاز موجود فيها حتى في قصص ديتيلز كثير صغيره شغلينها مثلا هون للكوينز عم تقلي معموله يعني كل واحد بضيع كوينز بحطهم بالسياره بيوقعوا في محل خصوصي لهم يعني حتى يعني بنسين على بورت كل شيء اكيد عم نحكي انتليجنت كي والكترونيك باركينج بريك كمان مثل ما عم نشوف ليكون عندنا هذا الكونسول مكتمل كله من فوق ومكمل فينا لتحت بالسياره علينا كثير كثير عليه بتاخذ السياره من الداخل مثل ما من شكل خارجي رح تابع حديثنا مع رافا ننتقل نحكي بيرفورمانس تابعي حديثنا مع مستر رالف هايدر عن السي اس 55 اليوم من شانغهان رالف يعني فعلا سياره كثير حلوه بشكل خارجي بالداخل بدنا نحكي بيرفورمانس هلا اكستيريور بريميوم انتيريور بريميوم واهم شيء اليوم بيرفورمانس بريميوم عم نحكي اليوم السياره بتجي مزوده بمحرك 1.5 لتر توربو جي دي اي بيولد 157 حصان مع مصروف بنزين خيالي بالنسبه للباور يلي موجود فيها هيدا الشيء العالم رح تشوفه بس تعمل تيست درايف وتلمسه بايدها نعبي وننسى يعني 100% هيدا الانجن اليوم اليورو 5 انجن التوربو جي دي اي 1.5 ما بيستعملوه الا السيارات اليابانيه الهاي اند وعم نحكي الاوروبيه عم ناخذه اليوم بسعر خيالي على السياره علبه تروس اوتوماتيكيه يابانيه من ايزن من 6 سرعات فيها 3 درايفنج مودز ايكونومي سبور وتبترونيك اكيد كل السسبنشن بالسياره هي ماكفيرسون وبتتميز هالسياره انها الوحيده بفئتها يلي الريل سسبنشن فيها اندبندنت يعني عم نحكي كومفور على طرقات لبنان جدا عالي من ناحيه السيفتي 6 اير باكس اي بي اس اي بي دي بريك اسيست تراكشن كنترول للتسحيط على المي او على الطرقات الوعره اكيد عم نحكي تاير بريشر مونيتورينج سيستم البواب مجسره هاي ستراند ستيل بقلب البواب السيفتي 5 ستارز ما في كومبرومايز على السيفتي ما في كومبرومايز على البلاجر اوف درايفنج يعني اليوم اللي بيسوق الشانغان ال55 بالذات بيعرف قد ايه القياده فيها لذه نعم اوكي so يعني ما في شيء مجهول فيها بطريقه ولا سيفتي ولا بيرفورمانس ولا شيء سياره كامله فولي لودد على الاخر بكل شيء مجهوله باداء التفاصيل نعم. بمستوى كثير كثير عالي رالف بالختام بدنا نعرف بالديل اكيد اهم شيء شو الستارتنج برايس اليوم لهالسياره الحلوه لهالكروس اوفر اس يو في الحلو معنا اليوم باوتو فوكس بعد ما هالجولة الحلوة عملنا يا رالف على سي اس 55 الاكستيريور الرائع الداخل البرفورمانس السيفتي فولي لودد فعلا السي اس 55 اليوم من شانغهان ستارتنج برايس ستارتنج برايس للسي اس 55 هو 21900 بما يشمل التي في اي والتسجيل وكفاله ال 150000 كيلومتر باكج كامل يعني باكج كامل هيدا الستارتنج برايس تبعها بس تطمن الزبونات اليوم نحن عندنا ثلاثة باكجز بال 55 21900 يلي بتنقصوا بعض المواصفات عندنا 24900 البلاتينوم يلي فيها زياده عن الانتري ليفل جلد وفتحه بالسقف وعندنا الهاي اند اللي هي اعلى سياره ممكن نحصل عليها من ال 55 ب 26900 بما يشمل كل شيء بهمني العالم تعمل تيست درايف على السياره هو افيلبل بكل صالات العرض تبعنا عندنا 7 صالات عرض بلبنان الارقام عم تطلع على اسفل الشاشه يشوفون ومثل ما بقول دائما لكل العالم بس شوفوا حدا سيء شانغهان وقفوا على اليمين مش على الطريق مش على الطريق وقفوا على اليمين اسألوا لانه عن جد رح يخبركم عندنا سيارات صارت ماشي عشرات الاف الكيلومترات غير سيرفيس عادي وغيار زيت ما حدا عم بحط لها شيء كل زبوناتنا مبسوطين وممنونين وبنتميز نحن براس موتوركو انه نحن الخدمه يلي بيحصل عليها زبون قبل ما يشتري السياره بتكمل بعد البيع بالجراج وبكل شيء يعني شكرا. عم نحكي لونج تيرم ريليشن شيب شكرا رالف على كل هالمعلومات شكرا بحلقه مقبله بكره حلقه جديده سياره جديده اكيد مشاهدينا تابعونا دائما باوتو فوكس الى اللقاء حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين لنتصل فيك ونصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك